قبل بدء هذا الفيديو المهم إخواني الكرام، أريدكم أن تدعمونا بتحميل هذه الأداة يعني المهمة جدا، التي بطبع الحال نريد أن نوصل لعدد كبير من الناس حتى تساعدوننا. هذه الأداة يعني تسمح لك بأن تحمل أي شيء تريده، سيريالات، تفعيل برامج، وأي شيء أي شيء يخطر في بالك إخواني الكرام. بالتالي نريد دعم كبير جدا بتحميلها ومشاركتها مع عدد كبير من الناس حتى نطور أكثر وأكثر إخواني الكرام. الرابط سوف تجدونه أسفل الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو. طبعا سوف نخصصه لطريقة إصلاح بطاقة الذاكرة الخارجية بمختلف أنواعها وأيضا الفلاشات بطريقة مجربة مني شخصيا يعني. فالكثير منا يعاني مثلا عندما يقوم بإدخال الفلاشة أو يعني البطاقة في هاتفه لا يقرأها بسبب يعني من الأسباب، سوف نحاول ذكرها في هذا الفيديو وسوف نصلحها بطريقة احترافية إخواني الكرام. طبعا يعني هناك أيضا بالنسبة للفلاشة عندما تقوم بتركيبها لا يقرأها الحاسوب أو تطلع لك رسالة على أساس فورمتها، عندما تضغط على فورمتها تطلع لك مرة أخرى، وهكذا مشاكل كثيرة جدا تجعلنا فقط يعني البيانات الخاصة بنا في الفلاشات وأيضا بطاقة الذاكرة الخارجية. سوف نبدأ يعني بالفلاشة إخواني الكرام عن تجربة شخصية قبل تقريبا أسبوعين يعني في هذه الفلاشة لا يقرأ حاسوبي إلى أن قمت بإصلاحها بهذه الطريقة. فالكثير يعتمد على برامج، لكن إذا كان المشكل في الهاردوير إخواني الكرام فحتى البرامج، ملايين البرامج الاحترافية لن تصلح لك يعني الفلاشة. لذلك يجب عليك فتحها والتأكد من هذا الأمر إخواني الكرام. هذه الطريقة أنا شخصيا طبقتها على هذه الفلاشة وانتهت يعني المشكلة. عندما نستعمل الفلاشة لعدة يعني مرات كثيرة، إدخال إخراج إلى غير ذلك، فيحدث يعني أنه هذه المنطقة بالخصوص إخواني الكرام لا يحدث تماس بينها وبين اللوحة الأم، وعندما لا يحدث يعني تماس بين هذه القطعة واللوحة الأم هذا يعني بأن الكهرباء يعني لا يصل أو الطاقة لا تصل إلى اللوحة الأم، بالتالي حاسوبك لن يقرأ يعني أو هاتفك لن يقرأ فلاشتك إخواني الكرام. لذلك أنا شخصيا الشيء الذي قمت بعمله في هذه الفلاشة، أعتذر شوي مريض، فقمت يعني بوضع على هذه الفلاشة، قمت بالتأكد بأن هذه المنطقة فيها خلل، بالتالي فقمت بلحمها يعني بإضافة لحام إن صح التعبير على هذه المنطقة وفي الأسفل حتى حدث يعني تماس بين هذه القطعة التي تنقل يعني الطاقة واللوحة الأم إخواني الكرام. يجب عليك أيضا التأكد في هذه النقاط الثلاثة التي تقوم بنقل البيانات بأنها يعني ليس هناك يعني بأن هناك تماس فعلا بينها وبين هذه القطعة. بالتالي فالشيء الذي قمت به أنا شخصيا هو لحم يعني هذه المنطقة بالخصوص كما سوف تشاهدون، وهنا لكي يحدث تماس بين هذه القطعة وهنا أيضا ومع اللوحة الأم وبالتالي نقل الطاقة. والشيء الذي سوف تستعمله بطبع الحال يعني مكوات يعني لا أعرف كيف يسمونها، لحام يعني أو اللحام يعني لا أعرف كيف يسمونها يعني باللغة العربية. طيب إخواني الكرام، الحين كما سوف تشاهدون قمت بلحم يعني هذه المناطق التي دائما يحدث فيها الخلل يعني اهتزاز، وبالتالي لا تصل يعني الطاقة إلى اللوحة الأم، ونفس الشيء بالنسبة لهذه المنطقة وفي الخلف أيضا كما سوف تشاهدون. بالتالي فتأكد أيضا هذه النقاط يعني سليمة جدا، ويتم ربط الاتصال الخاص بها مع هذه النقاط الأربعة التي تنقل بطبع البيانات. بهذه الطريقة أنا شخصيا أصلحت يعني الفلاش ميموري إخواني الكرام. وإذا كان ليس المشكل يعني في هنا فسوف نمر إلى البرنامج الذي سوف يصلح لك يعني الفلاش ميموري إذا كان المشكل يعني باقي إخواني الكرام. طيب يعني بالنسبة للذاكرة الخارجية وبطاقات يعني الذاكرة الأخرى، فطريقة سحرية ممحات فقط ثم تطبيق سوف نشرحه يعني في الأخير سوف يصلح لك المشكلة. فأحيانا عندما لا يتعرف هاتفك على البطاقات الذاكرة الخارجية فخذ ممحات إخواني الكرام، قم بمسح جيدا، تنظيف جيدا هذه المناطق كما سوف تشاهدون. هذه الطريقة يعني أنا شخصيا شاهدتها صراحة في اليوتيوب وأعطت أكلها قبل تقريبا مدة لي أنا شخصيا. بالتالي يعني يجب عليك حك جيدا يعني بممحات يعني هذه المناطق، ونفس الشيء بالنسبه للبطاقات الذاكره الاخرى. قد تجدها فكره غبيه ولكن صدقني يعني اخواني الكرام يعني فعاله 100%. بالتالي يجب عليك حك جيدا يعني هذه المناطق كما سوف تشاهدون، حسب ازيل يعني هذه القطعه، ثم بهذه الطريقه سوف تحل مشكلتك بشكل جيد اخواني الكرام. في حاله
طبعا لا زالت يعني المشكلة في البطاقة أنه لا يقرأها بشكل جيد هاتفك أو يعني معطلة بهذا المفهوم، فسوف نمر إلى شرح طريقة يعني إصلاح هذا المشكل في الهاتف. طيب إخواني الكرام، الحين يعني حتى تقوم بإصلاح بطاقتك الذاكرة الخارجية باستعمال هاتفك، فأنصحكم بتطبيق هذا الأمر يعني على هاتفكم، باستعمال هذا التطبيق. حتى وإن كانت بطاقتك الخاصة غير معطوبة فأنصحك بتطبيق هذا الأمر، لأنه هذا التطبيق يقوم بإصلاح جميع الملفات الخاصة بالبطاقة ويعيدها إلى وضع المصنع. بمعنى آخر، إذا كانت بطاقتك معطوبة فقط قم بربطها وشغل يعني التطبيق، ثم قم بهذه الخطوات، تقوم بفتح التطبيق ثم يضغط على كونتيني وانتظر حتى يتم إصلاحها إخواني الكرام وإعادتها إلى وضع المصنع. سوف تطلع لك رسالة كالتي تشاهدون في الصورة، يطلب منك الهاتف إعادة التشغيل. قم بإعادة التشغيل. لماذا لا أقوم بهذه العملية أنا شخصيا؟ لأني قمت بها قبل قليل. إذا يعني لا أنصحكم بتكرار هذه العملية كثيرا إخواني الكرام، لأنه كما ذكرت يعني البطاقة تعاد يعني جميع الملفات الخاصة بها إلى وضع المصنع ويقوم بقراءتها يعني أي هاتف وكأنها بطاقة جديدة إخواني الكرام. بالتالي فأنصحكم بهذا التطبيق الذي يحل لك أي مشكلة. إذا كان بطبيعة الحال هاتفك لا يتعرف على البطاقة فكما ذكرت يعني بهذه الممحات، وإذا كانت لدي فيها مشاكل، وأنصحكم حتى إن كانت ليس فيها مشاكل أن تقوم بالضغط مباشرة على كونتيني وإصلاح البطاقة إخواني الكرام بهذه الطريقة البسيطة من خلال هذا التطبيق يعني الذي يعني حصل على تقييم كبير جدا ونفع مجموعة من الناس. طيب إخواني الكرام، بالنسبة للفلاشة أو البطاقات الذاكرة الخارجية، إذا كنت تريد يعني تحميل أو يعني إصلاحها عفوا يعني من خلال الحاسوب، فيعني أنصحكم بهذا البرنامج. فيعني الحين يعني بعد أن صلحنا مشكلة يعني قراءة الحاسوب للفلاشة كما سوف تشاهدون، أنا شخصيا في هذه الفلاشة من قبل عندما أقوم بإدخالها لا يقرأها، بالتالي فاللحم فقط يعني كما ذكرت في الأول. فسوف تقوم باختيار النوع الفلاشة يعني التي قمت بإدخالها، ثم تختار من الأفضل الفرمتة السريعة ثم تضغط على فورمات كما سوف تشاهدون. في هذه الحالة سوف يتم إزالة جميع البيانات الخاصة بك إخواني الكرام، تذكر جيدا هذا الأمر. بالتالي فقط تنتظر الحين 100% وهكذا تصلح جميع المشاكل الخاصة بالفلاشة والذاكرة إخواني الكرام، مشاكل يعني القراءة الكتابة، مشاكل يعني التحميل والنقل يعني البطيء، ومجموعة من الأشياء يعني فيعيدها إلى وضع المصنع أيضا بهذه الطريقة. بالتالي الروابط سوف تجدونها أسفل الفيديو، لا أريد أن أطول، تدعمنا بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، وأيضا زيارة على موقعنا دو الفيديو بونتك الخمسة بونتكم، وأيضا على صفحتنا على فيسبوك facebook.com/حرف 981، وأيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.